راح ديمتري شو الآن. ديمتري شو حلوة يا هي كبيرة اللقطة الماضية، يا هي كبيرة اللقطة الماضية. برافو، بدأ يتحرك. سبب حلوة إلى شو، ما مشت معك يا متري. ديمتري هو عطني عمر ورميني في البحر كابتن أشرف. عم بيعمل الشو فعلا، جات الكرة ما سجلها. لاعبين رائعين، شفنا ميشيل بجلاء، شفنا نيت بالرياضي، الفريق الفلبيني بالأداء الجماعي، يعني كلها فرق رائعة. 71 مقابل 62، 9 نقاط الفارق، أعتقد فارق يبدو، لكن أثبت سمارت إنه واحد من أشرس الفرق. حلوة اللقطة الماضية بمتابعة جميلة، ويقول نقول عطني حظ ورميني في البحر، وهذه واحدة من الحظوظ الجميلة إلى ديمتري. لك الكلمة. بالفعل كابتن، شفنا فريق مهرب عمل كمباك كثير في قراءة هذه المباراة. جعفر أكيد المباراة راح تكون أحداثها حماسية، أكيد فريقين كبار بيعرفوا يلعبوا هيك نوعية من البطولات. فريق الجلاء مبلش بتركيز كثير عالي، يعني شايفينه تقدم بثمان نقط زي ما سجل لغاية الآن المدرب ماسترون. تصور دقيقة و58 هو ديمتري شو أفضل لاعب على مستوى التسجيل، يليه مباشرة معدن ليو. أحلوت المباراة، راح تولع المباراة، راح تولع المباراة. مشاهدينا الكرام 36 مقابل 41، راح نشوف لسه ما ادري يدير. وهذا شو خدها البولندية، شو خدها البولندية. يا هي حلوة، يا هي حلوة، وفيها رمية ايضا. تفريغ للاعب ميشيل معدلي، شون على ثلاث نقط بيسجل، يعني ثلاثية. لاعب شون 13 نقطة الفارق، فارق مريح. فريق الجلاء عم بيقدم مباراة ممتازة لغاية الآن، ومسجل بكل الأماكن. خسر خمس نقاط من حركة واحدة، خمس نقاط. الحكام المتواجدين على طاولة التحكيم عليهم مسؤولية كبيرة. برافو ديمتري، برافو ديمتري. يعني بنفس الرغم كابتن ماشين، يعني شفناهم كانوا فارق 6 أو فارق 8 أو فارق